رجعنا لحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي الحقيقة ملف تفشى لدرجة أنه تناقش مؤخرا في مجلس النواب. مصر الأولى عالميا في الطبيعة، خبر يفرحنا، لكن لما نعرف أن ده في الولادات القيصرية على مستوى العالم بنسبة أكتر من 60%. الولادات القيصرية عايز أقول لحضراتكم قبل كده منظمة الصحة العالمية وصفتها بالوباء، لأن ربنا خلق الستات قادرة أن هي تولد بشكل طبيعي في معظم الحالات. ده غير أن قطعا الولادات القيصرية زي ما بتقول الدراسات العلمية لها أثار سلبية على صحة الأم والطفل نفسه. مين المسؤول عن الوضع الحالي؟ إزاي نقدر نقلل من نسب الولادة القيصرية؟ ده اللي هناقشه مع ضيفي الكريمين. معايا منورني في الاستوديو دكتور محمد ممتاز، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب القصر العيني ونائب رئيس الجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد. أهلا وسهلا يا دكتور، منور الدنيا. وعبر سكايب من بريطانيا الأستاذة مي الشامي، مؤسسة مبادرة أوقفوا الجراحات القيصرية غير الضرورية. أهلا بك يا أستاذة مي. أهلا وسهلا بك يا أستاذ أحمد. البداية اسمحي لي أستاذة مية أبتدي مع دكتور محمد. دكتور محمد، هل فعلا مصر هي المركز الأول، بتحتل المركز الأول في الإجراء الولادات القيصرية على مستوى العالم؟ أيوة، وإحنا مش بس المركز الأول، هي لو بصينا كده لنسبة القيصرية في مصر قبل سنة 2000 كانت حوالي من 5-7%، سنة 2000 وصلت 10%، 2014 حوالي 51%. ده الدراسات اللي هي بتعملها منظمه يعني الصحه والسكان، وزاره الصحه والسكان. اخر دراسه اتعملت كانت 2018، ودي دراسه على عدد يعتبر قليل، وصلت 61%. حضرتك توقعت حضرتك النسبه الحقيقيه كام؟ اعتقد انها اكتر من كده دلوقتي، اعتقد انها فوق ال 61، يعني يمكن توصل 65 او 70. المشكله مش بس في كده، المشكله ان احنا في سنه 2014 كنا رقم 3، وكان قبلينا في البرازيل والصين. سنة 2018 النسبة بتاعت 61 دي اوريدي البرازيل والصين مش بس فضلوا زي ما هم، ده كمان قلوا، فاحنا بقينا رقم 1، والفرق بيننا وبين 2 و3 زاد جدا. المشكلة في حاجتين، ان احنا عندنا قيصرية عالية، والاخطر منها الحقيقة انها في ازدياد. يعني هتبص حضرتك للكيرف بتاع الارقام هتلاقي ان النسبة بتزيد وبتزيد وبتزيد، وفي الصين الاخيرة بتزيد بنسبة تعتبر طفرات. يعني رأي حضرتك ليه الطفرات دي؟ الطفرات دي سببها حضرتك ان احنا بنراقب الوضع وبنعملش حاجة، يعني احنا شايفين الزيادة وبنعملش حاجة. في كل حتة في العالم لما بيلاقوا فيه زيادات في نسبة قيصرية الدولة بتتدخل، يعني الدولة ممثلة في وزارة الصحة. طب انا هسأل حضرتك ازاي الدولة بتتدخل، بس اسمح لي اروح للأستاذة مي. أستاذة مي، يعني اولا عايز اعرف انت ايه اللي خلاكي اطلقتي هذه الحملة، وخصوصا ان انت حتى دلوقتي مبقتيش عايشة في مصر. هو انا بس مش عايشة في مصر، ده عشان خاطر بقالي 50 يوم مسافرة مش اكتر. يعني لكن قبل كده انا كنت عايشة في مصر، وده نتيجة يعني تجربة الى حد ما شخصية، الحمد لله ولدت في الاخر طبيعي. بس انا حسيت انه بيتم استغلال السيدات واكثر السيدات وعدم معرفتهم بالمعلومة الكاملة خلال فترة الولادة والحمل. انا شايفه انه زياده استغلال من قبل الاطباء. يا استاذه مي، اما انا هقول لحضرتك، هوضح لحضرتك دلوقتي. انا في وجهه نظري انه زياده عدد القيصريه في ليه 3 نقاط. اول نقطه الطبيب، ثاني نقطه السيده، ثالث نقطه المنظومه زي ما الدكتور محمد قال، ألا وهي إنه الست بتبقاش عارفة. أنا ما أقدرش أعفيها من الذنب، لأنه إحنا في 2022 دلوقتي كل الستات بيبقى معهم حتى موبايل بسيط تخش على الإنترنت وممكن تقرأ وممكن تعرف المعلومة وممكن يوصل لها المعلومة وممكن تدور على المعلومة. التاني شق هو الطبيب اللي بيستغل عدم معرفة السيدة، وإنه بيقع عليه جزء مش صغير، انه لازم يوعي الست ولازم يقول لها خدي بالك القيصرية ليها ابعاد كذا كذا كذا، والطبيب ليها ابعاد كذا كذا. ثالث شق وهو المنظومة الصحية او وزارة الصحة او المنوطين بادارة هذه المنظومة بيقع عليهم عبء كبير جدا، وهو التوعية، وهو حماية الطبيب وحماية المريضة أو الحالة الحامل، بالإضافة إلى رقابة على الأطباء
والدكاتره التوليد والنساء. ده طبعا بيزود عدد القيصريات. طيب. يعني انا مش هقدر اقول ان الدكاتره لوحدهم هم المجرمين او اصحاب الاستغلال، لا، هي منظومه كامله بتكمل بعضها. لا طبعا احنا بنزود عدد القيصريات اكيد استاذه ماهر، احنا ما قلتش الدكاتره مجرمين، لكن دكتور محمد النهارده في ناس كتيره بتلوم على الاطباء وبتعتبر انه المسؤول الاكبر، باعتبار اولا ان هو علميا يدرك تماما ابعاد وخطوره استسهال في مساله، وفي البعض من الاطباء وحضرتك تعلم عشان خاطر القيصريه فلوسها اكتر، فبيقول للست ايه اللي يخليكي تتالمي، اللي يخليكي تعملي غيره، وبيشجع على هذا الامر. حضرتك بتعتبر الاطباء هم المسؤولين الاول؟ هقول لحضرتك، هو المسؤوليه بتقع على الثلاث اضلاع، والحقيقه لما بنقول مقدم الخدمة هو مش بس الطبيب، يعني حضرتك لما الست بتروح تولد في مستشفى هي اللي بيقدم لها الخدمة مش بس الطبيب، عندها الطبيب وفي الممرضة وفي اللي هي الميدوايف أو القابلة وفي اللي هي إدارة المستشفى، وفي يعني المقدم الخدمة. المريضة كذلك مسؤوليتها هي مش بس مسؤولية المريضة في مصر، في كل حتة في العالم بس في مصر أكتر كمان، المريضة هي بتشمل المريضة وأختها وخالتها وعمتها وأصحابها والفيسبوك والجروبات اللي هي عليه، يعني كل دول بيأثروا عليها وتأثير سلبي في معظم الأحيان. والمنظومة هي مش بس وزارة الصحة، وزارة الصحة وزارة الإعلام. يعني دكتور محمد اللي حضرتك بتقوله ده كله كويس، بس في النهاية يبقى صاحب القرار الأول والأول هو الطبيب. هو بالنسبة للطبيب هو مش بس الموضوع يعني حكاية ان هو الطبيب بياخد فلوس أكتر، لا، أنا عايز أقول لحضرتك أنه في مستشفيات وزارة الصحة المريض اللي هو المجاني اللي بيروح ما بيدفعش خالص، الطبيب ما بياخدش فلوس من المريض، يعني مستشفى الجامعة أو مستشفى وزارة الصحة الدكتور اللي بيولد ده بياخد مرتبه آخر الشهر، ولد قيصرية ولد طبيب. هو نسب القيصرية في المجاني عالية برضه، عالية جدا جدا، يعني عايز أقول لحضرتك مستشفى وزارة الصحة آخر حاجة خالص، أنا كنت لسه قريب جدا في أحد المستشفيات بدي محاضرة الأطباء هناك، سألتهم نسبة القيصرية عندكم قد إيه، مستشفى مجاني تبع منظومة التأمين الصحي الجديدة عنده 70% نسبة القيصرية، وهو كطبيب بياخد مرتب اخر الشهر، يعني جايز وحوافز مكافئات، انما ما بياخدش من المريض مباشره اي فلوس. بس هو حد في منظومه التامين الصحي الجديده هو بيدفع القيمه، الطبيب بياخد كامل القيمه كانه لا حضرتك يعني الفرق بقى بين اللي بياخده الطبيب في الطبيعي وفي القيصري قليل جدا. عايز اقول لحضرتك برضو حاجه، في اطباء كتير ومنهم انا، الفرق بين الاتعاب اللي بتاخدها في الطبيعي والقيصري قرب جدا من بعض عشان ما يبقاش في فرق كبير والمريض ما يحسش. الحاجة المهمة الأهم من موضوع الفلوس والأتعاب هي أن الطبيب بالنسبة له الولادة القيصري هي ولادة تايم، ولادة بتوقيت، ودي بقى يمكن في دكاترة كتير بتلجأ لها، هو عايز يولد في معاد معين، هو مسافر ومش قادر يولد العينة دي في الفترة اللي هو مسافر فيها، هو مش عايز ينزل 3-4 الصبح، دي كلها حاجات مش صح، بس أنا بفصل لحضرتك ليه بعض الأطباء يفضلوا القيصري. إنما هو عشان ياخد فلوس أكتر، ما أنا ممكن أخلي أتعابي في الطبيعة زي القيصري، سهلة جدا، بالذات لو إحنا بنتكلم يعني. ليه حضرتك؟ سهلة جدا، أنا يعني أنا قريب جدا وناس كتيرة جدا أعرفها أوريدي بتعمل كده، فاضل بقى كمان إن المنظومة اللي حضرتك بتقول عليها اللي هي التأمين الصحي الجديد و التعاقدات والشركات والى اخره تخلي اتعاب الطبيعي زي القيصري، وبالتالي على فكره هو الدكتور بيولد في بيبذل في الولاده الطبيعي مجهود اكتر من القيصري بكتير، وبالتالي هو المفروض الاتعاب بتاعته تبقى نفس الحكايه. نيجي بقى للمريضه والى اخره، هي مش بس حضرتك هي يعني ما عندهاش وعي، الولاده الطبيعي عايزه من الست تحضير قبل الحمل واثناء الحمل، لازم وزنها ما يزيدش كتير، لازم تخلي بالها من اكلها عشان ما يجيلهاش سكر حمل وضغط حمل، لان دول بيزودوا نسبه القيصريه جدا، لازم تلعب رياضه، تمشي، تتحرك عشان الحوض يفتح، بالذات بالنسبه للبكري، فهي لازم تبقى هي مستعده. نيجي بقى للجزء الثاني اللي هو المنظومه، المفروض انه المستشفيات اللي فيها نسبه قيصريه عاليه جدا وزاره الصحه تروح، على فكره مش وزاره الصحه، حضرتك قلت ان الدوله لازم يبقى لها دور، وزاره الصحه مسؤوله حتى عن المستشفيات الخاصه. هقول لحضرتك يعني هي مش بس وزاره الصحه مسؤوله عن مستشفياتها، طبعا في حاجه اسمها اداره العلاج الحر، يقدر يروح المستشفيات يشوفوا نسب القيصريه فيها يعني موجوده. تعمل ايه بقى الدول اللي اتحكمت في ده زي البرازيل؟ اقول لحضرتك حاجه سهله جدا، المستشفى الخاصه اللي هي بتيجي في اخر السنه نسبه القيصريه عندها 80 او 90% وزاره الصحه بتنبهها ان ده ما يحصلش السنه اللي بعديها، فوزاره الصحه بتنبه على المستشفى، بتنبه على الدكاتره اللي بيشتغلوا فيها اللي هي متعاقده معاهم، خاصه متعاقده معاهم ان هي نسبه القيصريه عاليه، وانهم لازم لو حضرتك مش هتولد طبيعي، لو انت بتولد قيصريه 100% حضرتك انا اسف مش هقدر اتعاقد معاك في المستشفى الخاص دي، ما تشتغلش عندي، يعني في حاجات كتيره جدا. وزاره الصحه نفسها مراجعه على المستشفيات اللي بتشتغل فيها، في الجامعه احنا بنحاول نعمل كده عندنا نقلل النسبه، في طرق كتيره جدا، المسؤوليه على الثلاث اطراف، وفي حلول كتيره جدا
في الثلاث اطراف. طب انا هرجع لحضرتك للحلول، وكمان اعرف مخاطر عشان الناس تبقى فاهمه مخاطر الاستسهال في هذا الامر، لكن عايز اروح للاستاذه مي. استاذه مي، لما اطلقتي المبادره هل تخيلتي ان هيكون في اقبال كبير عليها، ولا الاقبال كان اقل او اكتر من اللي توقعتي؟ لا حقيقي، يعني هي المبادره ما بقالناش 4 شهور، احنا دلوقتي بيتابعنا حوالي 12,000 حد على وسائل التواصل الاجتماعي. النجاح او الرقم الهائل، انا مش عايز اعتبره نجاح، يعني الرقم الهائل اللي وصلنا له ما كنتش متوقعه ابدا. كمان في جزء اضيفه للدكتور محمد، انه في دكاتره كتير جدا بيستغلوا عدم وعي الستات بالحياه الجنسيه او الانجابيه معنا صح، بما يسمى شق العجال، ويستغل الست ويبدا هي يعني يوضح لجوزها ويوضح لها هي انه على فكره حياتك الجنسيه انت وجوزك بعد الحمل وبعد الولاده هتتدمر، وجوزك ممكن يتجوز عليكي. ف يعني هو لو قال الكلام ده لواحده ست بس، شوف ايه اللي ممكن يحصل، كل الجروبات هتكملي كلام. وده الكلام اللي كان بيجي لنا، انه انا لا انا مش عايزه شق العجان. اولا مش كل السيدات بيحتاجوا شق العجان، وده يعني يا ريت دكتور محمد يشرحه لنا، هو يعني اقدر ان هو يشرح اكتر مني. مش كل السيدات بتحتاجوا، مش كل السيدات ممكن تعملوا شويه رياضه قبل العمل، يعني خلال حمل استرتشات هتخليها ما تحتاجش تعمله شويه اوضاع خلال وضع الولاده ممكن ما تخليهاش تعمل شق العجان. حتى لو فرضنا ان هي بتعمل شق العجان بعمل بشق العجان، رياضات بسيطه جدا بعد الحمل وبعد الولاده ترجعها كويسه زي الاول. للاسف بعض التفكير الذكوري عند الدكاتره، الرجاله والستات مش الرجاله بس، بيصدر الفكره دي عند السيدات الحوامل وعند ازواجهم، فالست تلجا تقول لك لا انا مش هولد طبيعي، انا عندي فتح بطني احسن ما يحصل شق عجان. هو اصلا ممكن ما يحصلش شق عجان، بالاضافه ان في دكاتره كمان كتير جدا بيعملوا شق العجان دون الحاجه اليه. طيب دكتور، حاجه ليه ودون الرجوع للمريضه كمان. خلينا نرجع بسؤالك لدكتور محمد. دكتور محمد، ما هو شق العجان، وهل فعلا بعض الاطباء بيحاولوا ان هم يعني يخوفوا السيدات والازواج من ان حياتهم الجنسيه ستتاثر بعد ذلك بسبب الولاده الطبيعيه؟ شق العجان حضرتك هو احنا بنحتاجه في كثير من الولادات اللي هي البكريه، الولاده الاولانيه، وبالذات لو كان كثير كبير كثير نسبه من الولاده الاولانيه 70-80%. تمام. بس ده حضرتك هو المشكله، حكايه ان هو بيأثر على حاجه، بالعكس ده واحد لو ما اتعملش بيحصل ان العضلات بتضعف جدا لدرجه انه بيبقى فيه مشاكل بعد كده، ودي بنشوفها كتير جدا في الولادات اللي ولدت بره مصر، كتير جدا مستات اللي بتولد بره مصر وما اتعمل لهاش شق عجان. يعني شق العجان ده لو اتعمل مظبوط واتخيط مظبوط، بالعكس اللي هو حضرتك ايه عشان الناس ان احنا عشان الطفل يخرج من المهبل بنضطر نفتح جزء من تحت وبنخيطه تاني. تمام. لو هي ما اتعملش كده، هو الراس البيبي وهي خارجه بيحصل قطع في العضلات وما بيتخيطش. فبالعكس ده هو الناس فاهمه ان شق العجان ده بيعمل مشكله في الحاجه الجنسيه، ابدا. وعلى فكره هو ده مش كلام الدكاتره، جايز بعض الدكاتره زمان قالوا لبعض المرضى، انما هو دايما المريضه هي اللي بتيجي تسالني بتقول لي صحيح انا لو عملت كذا هيحصل لي كذا، بقول لها لا بالعكس دي هي خطوه يعني سليمه جدا في الولاده، بتتعمل كويس جدا، بتتعمل تحت مخدر، الست ما بتحسش بحاجه، بيخلي الولاده اسهل وبيخلي العضلات ترجع زي الطبيعي، المهبل يرجع زي الطبيعي. فموضوع يعني حتى الولاده الطبيعيه دلوقتي بقت بتتم تحت التخدير يا دكتور؟ عندنا كذا نوع من انواع التخدير، اشهرهم طبعا اللي هي البنجر نيستي بيسموه الابيديورال. الابيديورال ده حضرتك هي ولاده بدون الم، ولاده طبيعيه بدون الم، ومش بس ساعه ما الولاده بتحصل او الطفل بيخرج، لا ده من اول ما بيجي لها انقباضات الرحم والرحم يبتدي يتسع الى ان تولد، يعني بتقعد 12 ساعه 16 ساعه في المستشفى مش حاسه بالجزء النصفي. بالعكس ده هي انا دايما بقول للمرضى، يعني انا يعني ولدت مريضه مره بالابيديورال وقت الثوره، كانت طول 12 ساعه قاعده بتتفرج، 30 يناير يعني كانت 25 يناير و30 يناير كانت بتتفرج على التلفزيون طول الولاد، عماله تتفرج على التلفزيون وتتكلم والثوره قامت، يعني حتى الجزء اللي هو الخاص ان دي اسهل لك، مش هتحسي بالم، مش هتحسي بغيره، ده حتى ده هي الولاده الطبيعيه ممكن تكون بلعب. من ضمن الحاجات اللي هي مهمه ان توافر
دكتور التخدير وتوافر الإبيدورة مش بس في المستشفيات الخاصة، هو موجود في معظم المستشفيات الخاصة طبعا. في كل المستشفيات حتى العامة وحتى الحكومية تمام. ده بيخلي الولادة تبقى أسهل، بيشجع الستات، بيشجع الأطباء، وبيخلي الولادة في طبيعية يعني في مطلقها سهلة جدا. حتى لو احتاجت شقة جان بيتعمل برضو تحت نفس المخدر، بيتخيط تحت نفس المخدر. اكشلي الست او حقيقه الامر يعني الست ما بتبقاش حاسه بحاجه خالص، بالعكس بتبقى الولاده بالنسبه لها لطيفه جدا، وطول فتره وجودها في المستشفى هي مستمتعه بالولاده. وكتير جدا من الحالات لما بتخش بتبقى هي صاحيه ما بتاخدش بنج، فبالتالي بنقعد نتكلم معاها، بناخد الطفل بعد الولاده بنديه للام، بنعمل حاجه اسمها سكين تو سكين كونتاكت اللي هي تلامس مهم جدا 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 بالجلد، جلد الطفل وجلد الام، بيبقى علاقه، بيعمل علاقه بينهم مهمه جدا وبيساعد في الرضاعه وبيساعد بعد كده حتى في العلاقه بين الطفل وام. هي بتشوف الطفل تبقى يعني مبسوطه سعيده، ده طبعا من ضمن مزايا الولاده الطبيعيه. بس الحقيقه حكايه ان شقه العجان ده ماساه واوعي تعمليه وده كلام مش خرافه يعني، ده مش كلام دكاتره يعني مسألة... ده حتى لو بعض دكاتره زمان او حد قاله يعني هو بيتناقل من سيده لسيده على الجروبات زي ما هي بتقول وكده انما ده غير حقيقي على الاطلاق. يعني لا تاثير الولاده الطبيعيه على الحياه الجنسيه خالص. طب استاذه مي من خلال الحالات اللي بتجيلك والمتابعين على السوشيال ميديا، ايه كان اقصى الحالات اللي سمعتيها او تابعتيها بخصوص ان يعني اتاثروا بسبب مساله الولاده القيصريه؟ انا بس هشير لنقطه دكتور يعني اكمالا لكلام دكتور محمد، هو انا بالنسبه اول معرفتي بشق العجان والموضوع ده كان من طبيب نساء وكان شغال في احد الجامعات، يعني ما كانش من سيدات. بعد ما اطلقنا المبادره بقى يجي لنا تعليقات عن موضوع شق العجان من سيدات ومن نساء. بعض الحالات، هرجع لسؤالك استاذ احمد، بعض الحالات اللي بتلجا لشق العجان دكاتره كتير جدا بيقولوا لهم اسباب، طبعا الست ما تبقاش عارفه، ما تبقاش عندها المعلومه. وهرجع اقول حاجه تاني، انا مش بعفيها خالص، بالعكس هي مسؤولة عن نفسها، هي اخذت القرار، بس هي كمان لازم الدكتور يوعيها ويديها كل المعلومات الكافيه طبعا. مثلا في دكاتره يقول لها انت حوضك ضيق، وهي اصلا يعني انت عرفت منين حوضها ضيق؟ هو لازم تخش في مراحل المخاض ومراحل الولاده والطلق عشان تبقى تعرف حوضها ضيق ولا يعني هل السونار والحاجات دي ما بتبينش طبيعه جسم الست يعني تحتمل الولاده الطبيعيه او لا؟ دكتور محمد يقول لك اقول لحضرتك، هو موضوع انه الطبيب اللي هو عايز يعمل قيصريه لمريضه هو ممكن يلاقي اسباب كتير، يعني ممكن يقول لها اسباب كتير، يعني اذا كان هو هيلاقي سبب يلاقي اسباب كتير. اهم حاجه ان السيده تبقى عندها حاجتين، مش بس الوعي، الحقيقه الوعي ده مهم قوي، لكن طبعا في جزء ثاني مهم جدا وهو الرغبه، الرغبه في الولاده الطبيعيه. ما هو دكتور الرغبه حضرتك في الولاده الطبيعيه مش هتيجي طول ما الدكتور بتاعي اللي هو بيتابع الست ممكن بيتابع تيجي جدا من قبل الحمل حتى خالص. هي ست لما هي بتقبل على الزواج بره، ده اللي بيعملوه، ست مثقفه وعندها وعي، بتقرا وعارفه ايه مزايا الولاده الطبيعيه وايه مخاطر القيصريه. لما بتروح للدكتور في اول الحمل في اثناء المتابعه من الاول خالص بتساله، والله انا عايز اولد طبيعي، ايه فرصي، اعمل ايه؟ لما هتلاقي ان هو بيشجعها وبيساعدها وبيشرح لها مزايا الولاده الطبيعيه، ده بيبقى دكتور ماشي في السكه اللي هي المتوقعه. لو جاء لها بعد كده لو والله احنا عايزين القيصريه ليه، هي قرت وعرفت وسمعت ودخلت دكتور شافت دكتور معلومات. هل بتعتقد ان المسؤوليه الاكبر بتقع على السيده اللي راحت؟ لا خالص، انا ما قلتش مسؤوليه اكبر، لا ما هو بس هي لازم حد يتحمل العبء الاكبر من المسؤوليه، هي مسؤوليه مشتركه بس في حد لازم يتحمل العبء الاكبر خالص. حضرتك ما نقدرش نقول في حد، يعني حد لحضرتك مثال، انا حد لحضرتك مثال كويس جدا يعني بتاع البرازيل. الطبيب مش المسؤول الاكبر، انا هقول لحضرتك في البرازيل ايه اللي حصل. البرازيل حضرتك نسبه القيصريه فيها كنا احنا مثلا 52 او 51 وهم كانوا 53، كانوا اعلى مننا بحاجه بسيطه. الحكومه والدوله ادركت انه لابد من النسبه دي تقل لان في مشكله. على فكره البرازيل كان اللي بيحصل فيها ان الستات بيروحوا للدكاتره بيقولوا لهم اعملوا لنا قيصريه، ليه؟ لان السيدات في البرازيل كان عندهم اعتقاد عام في الدوله، البرازيل دي سكانها قدنا مرتين يعني طبعا. فالمهم يعني فبالتالي اعتقاد عام ايه؟ انه السيده اللي بتولد طبيعي مش بقى بيحصل لها شق عجان وكده، الحوض بتاعها بيبوظ بيتفتح، وهما موضوع جسمهم طبعا مهم جدا بالنسبه لهم. تمام. فكانت بتروح للطبيب تقول له انا عايز اعمل قيصر، يقول لها حاضر. فالعلاقه بين الطبيب والمريضه كانت سهله، هي عايزه قيصريه والدكتور موافق. الدوله عملت ايه بقى؟ اول حاجه عملتها عملت حملات توعيه عنيفه جدا للسيدات، كل بقى دكاتره بيطلعوا يكلموهم الميديا والاخره، ان الولاده الطبيعيه احسن لجسمك،
القيصريه هي اللي بتعمل مشاكل في البطن وبتعمل مشاكل في العضلات، فالطبيعي احسن. ابتدت الستات تدرك هذا الوعي، بقوا بيروحوا للدكاتره يقولوا لهم والله انا عايز اولد طبيعي، انا مش عايز اولد قيصري. والدوله بقت مشرفه، الدكتور نفسه اللي كان بيولد نسبه قيصريه 60% ولا 55% هو نفسه بعد سنتين ثلاثه بقى بيولد نسبه قيصريه 40%، هو نفس الطبيب ما اتغيرش، ما حصلش حاجه خالص بالنسبه له، غير انه بقى فيه سيده بتطلب والدوله بتراقبه. فاللي انا عايز اقوله ان الدكتور ايا كان هو ما تقدرش تقول عليه هو مسؤول، لان هو المسؤوليه دي هو اي دكتور في الدنيا لو قلت له اتولد قيصري ولا طبيعي هيقول لك قيصري، سيبك من فلوس، هو اسهل له تمام بكتير تمام. فانت لو خيرته على يعني لو هي الرغبه ايوه، بس حضرتك المسؤوليه، المسؤوليه حضرتك الاخلاقيه فين؟ ما هو حضرتك الطبيب ده جزء كبير من عمله هو مسؤوليه اخلاقيه قبل هي حضرتك جزء كبير جدا من اسباب القيصريه في مصر هي بنسميها سيزيريان اون ديماند، يعني ايه قيصريه عند الطلب تمام. فهو لو شرح لها صح هتقول له والله انا عايز اولد قيصري، يعني ممكن جدا يسيبها تختار، انما لو شجعها على الولاده الطبيعيه قلت له طبيعي، يعني حتى ايفن لو شرح لها ايه هي مثلا. طيب يا دكتور ما هو كلام حضرتك، كلام حضرتك معنى كلام حضرتك لا انا شرح هو لو شرح صح، لو شرح صح هتختار الطبيعي ازاي؟ لا ازاي؟ ما انا هقول لحضرتك معلش، ما هو الطبيعي ده فيه الشق العجان، في من غير ما هقول لها ان هو هيأثر على حياتها الجنسيه، في فتحه، في غرز، في غيره. الولاده الطبيعي هقول لها المعلومات من 12 ل 16 ساعه، الولاده الطبيعي بيبقى فيها الم في الاول لغايه ما بناخد الابيديور، يعني ممكن جدا اقول لها المعلومات العلميه بدون ما اشجعها. مهم جدا ان انا اشرح لها واشجعها على الولاده الطبيعي. التشجيع ده لازم يجي من دكتور عنده استعداد للولاده الطبيعي ومريضه ترغب في الولاده الطبيعي. طيب استاذه مي، كام واحد او كام حاله من اللي اتعاملتي معاها كانوا فيها الاطباء بيشجعوا السيدات او بيشرحوا لهم بامانه عن حقيقه الموقف او ان الولاده الطبيعيه هي الافضل؟ الحقيقه انا ما اقدرش اقول لك رقم لانه انا في نسبه، انا عايز نسبه مش عايز رقم. ما هو انا برضه يعني احنا ما عندنا يعني احنا بصدد بدايه بحث ودراسه الفتره القادمه، لكن احنا دلوقتي ما عندناش ارقام اقدر اقولها، بس تقريبا نسبه 70% من السيدات اللي بيولدوا قيصري الدكاتره هم اللي بيزقوهم وبيدعموهم ان هم يولدوا قيصري. انا بس مش متفقه مع دكتور محمد في انه لو الدكتور شرح للسيده كل المعلومات السيده هتختار القيصري. لا الحقيقه ده عكس تماما اللي حصل عندنا في المبادره. احنا لما بنفهم السيدات وبنبعت للسيدات ونوعيها ونقعد نتكلم معاها انه لا القيصري ليه مضاعفات كذا والطبيعي مضاعفاته كذا وده يحصل كذا وكذا وكذا، الست بتولد في الاخر طبيعي وبتختار طبيعي. وده حصل، ده جالنا حالات كانت مقبله على الولاده وكانت هتولد قيصري، وبعد ما قعدت تتكلم معانا وبعد ما قلنا لها غيري الدكتور مره واثنين وثلاثه ولدت في الاخر طبيعي. جزء كمان يعني ما اعرفش الدكتور ليه دكتور محمد يعني فتره الاستشفاء من جرح الولاده بعد الطبيعي اقل كتير جدا من القيصري، يعني انت لو طبيعي انت طبعا لو طبعا طبعا مفيش كلام. يعني على فكره انا بشجع الولاده الطبيعيه، بس بقى انا هقاطعك في حته معلش، انا بشجع الولاده الطبيعيه جدا وانا افضل ان السيده تولد طبيعي، بس ليه اعتراض على ان هو السيده لو عرفت المعلومات من غير تشجيع ممكن تختار قيصري؟ لا، في ستات كتيرة جدا مش عايزة تعمل مجهود، مش عايزة تعمل الرياضة بتاعتها، مش عايزة تخلي بالها من أكلها ولا زيادة وزنها، مش يعني في ستات من ده ساعة ما بتخش الحمل فلازم الدكتور يشجعها، مش بس يشرح لها معلومات علمية. يعني أنا قلت لها نسبة المضاعفات في قيصرية 5% وفي الطبيعي 10%، ممكن برضو ده مش يكونش سبب كفاية، لازم الدكتور دكتور يبقى فيه دكتور تشجيع. أنا في وجهة نظري أنا متفقة مع حضرتك مع إن الدكاترة تشجع السيدات الحوامل، بس أنا في وجهة نظري إن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الدكتور اللي عنده المعلومة الأكتر واللي درس اوريدي كافة المعلومات. يعني أنا قلت سيدات عندها عليها عبء من المسؤولية إنها لازم تبحث طبعاً عن المعلومة ولازم تقرا وبلغة ورشدة وكل حاجة اوريدي. يعني الدكتور قعد 7 سنين على الاقل عشان ياخد شهاده الجراحه والنسا والتوليد، لكن الست ما هي الا بتقرا معلومات متاحه على جوجل ومعلومات بدائيه، لكن الدكتور هو عنده كافه المعلومات. يعني حتى احنا بنجيب المعلومات من الجايد لاينز، ما عنديش انا كافه طيب المعلومات زي ما عند حضرتك. طيب دكتور المسؤوليه الاكبر تقع على الدوله وعلى الاطباء. صحيح دكتور محمد، ما هي مخاطر الولاده القيصريه غير الضروريه؟ في حالات تستدعي الولاده القيصريه وايه هي الحالات دي؟ الحالات اللي تستدعي الولاده القيصريه
حوالي تقريبا لو قلنا مثلا في امريكا حوالي 30% بيولدوا قيصري. تمام. لو قلنا في اوروبا حوالي 25% في الدول اللي هي يعني بتلتزم بالجايد لاينز. يعني احنا تقريبا اكتر داخلين على 3 اضعاف النسبه الطبيعيه. يعني ضعف امريكا. احنا 30 احنا 60 فاحنا ضعف. منظمة الصحه العالميه قالت من 15. لا منظمة الصحه العالميه على فكره معلش حكايه ال 10% دي رجعت في كلامها طبعا. مفيش دوله في العالم 10%، حتى يعني الدول الاسكندنافيه اللي هي يعني اعلى نسبه في العالم، اقل نسبه قيصريه في العالم يعني او اعلى نسبه للطبيعي حوالي 15 ل 20. فيعني الاوبتيمم 20 25. انما يبقى احنا حضرتك 20 يبقى احنا يبقى احنا 3 اه يعني بس ده 20 ده صعب قوي تنفيذه حتى في امريكا بقول لحضرتك 30%. تمام. الفكره بقى في ايه دلوقتي حضرتك عشان انا اوصل ان انا اقلل النسبه؟ احنا عندنا 50% من الولادات القيصريه سببها هي قيصريه متكرره. يعني ايه قيصريه متكرره؟ حصل يعني ست ولدت قيصريه وجايه ثاني مره. بس حضرتك بيقال ان هي اكذوبه، فكره ان الست طالما ولدت قيصريه لازم بعد كده كله يبقى قيصري. هي لو ولدت قيصريه عندها فرصه انها تولد تاني مره بس طبيعي وبعد كده تكمل طبيعي. تمام. اللي اسمها الفيباك. الفيباك دي بتحصل في حوالي 20-40% من الحالات الوالده قيصريه قبل كده. تمام. ده في برضو احسن الظروف يعني. تمام. انما وانس انها بقت عامله قيصريتين طبعا كله لازم قيصري. تمام. بعد كده مشكله في مصر ان اوريدي عندنا نسبه القيصريات العاليه جدا دي، عندنا نسبه تكرار الحمل كتير. يعني احنا تمام. يعني نسبه في مصر اكيد طبعا الولادات في مصر 3.5 كل ست، يعني كل ست تولد من 3-4 ولادات. تمام. ده بيخليها تبقى قيصريتين وثلاثه، وده بنشوفهم كتير جدا. وده 50% من الحالات اللي بتولد حاليا. الوسيله الوحيده ان انا اقلل من نسبه القيصريه في مصر، او مش الوحيده يعني الاهم، هي ان انا اقلل نسبه القيصريه في البكريه الولاده اللي هي الاول مره اللي هي ما عندهاش مضاعفات. دكتور عاده دول بيمثلوا دكتور 80-90% من كل الحالات. دكتور مخاطر القيصريه غير الضروريه. مخاطر القيصريه عندنا في مخاطر على الام، في مخاطر على الطفل، في مخاطر بنسميها لونج تيرم او مخاطر طويله المدى. المخاطر نفسها مخاطر الجراح، اي جراحه في الدنيا ليها مخاطر، سواء بينج سواء جراحيه طبعا. او غيره. مخاطر بقى الولاده القيصريه على الطفل، ان الطفل لما بيتولد قيصريه بيقلل من انه الرئه بتاعته تكتمل. الرئه بتكتمل في خلال ال 12 ده السبب. الحاجه اكتر على الحضانات، احتاج ليها الحضانه في القيصريه طبعا اعلى، مفيش كلام. تمام. الحاجه الثانيه ان الطفل اللي بيتولد طبيعي نفسه في الايام الاولى ما بيجيلوش حاجه اسمها سرعه تنفس، وبالتالي ده بيبقى كويس. المراحل بقى اللي بعد كده في خلال تطور الطفل ده في الشهور الاولى والسنين الاولى من عمره، طبعا الولاده الطبيعيه احسن. الام في اللونج تيرم او اللي هي المشاكل الطويله الامد، الست لما يبقى عندها قيصريتين وثلاثه قبل كده، فرصه ان يجي لها حاجه اسمها مشيمه ملتصقه او مشيمه متقدمه عاليه جدا. فرصه المضاعفات في الجراحه نتيجه الالتصاقات من الجراحات قبل كده بتعلى جدا. فالمضاعفات بقى في اول قيصريه لو هي 5%، في ثاني قيصريه 10، في ثالث قيصريه 20 وهكذا. فطبعا كل دول مش موجودين في الطبيعه، بالعكس بقى يعني الطبيعي في ميزه في الولاده المتكرره، ان الست لو اول ولاده قعدت 12-16 ساعه واحتاجت حتى شق الاعجام، تاني ولاده ما بتحتاجش شق اعجام، بتولد من غيره، وبتبقى الولاده اقصر كتير، 6 ساعات طبعا 4 ساعات، وبتبقى سهله جدا. تالت ولاده بتولد زي ما بيقولوا كده ايه يعني في السرير. تمام. رابع خامس ولاده لو فيه بتبقى اسهل واسهل. ودي بقى كمان حاجه مهمه جدا، ان الولاده المتكرره في مصر كتير، فاحنا لازم نشجع الولاده الطبيعيه في اول مره عشان نقدر نخليها بعد كده تولد طبيعي. بالتاكيد يعني بنتمنى ان الجميع ينتبه لهذا الامر، امهات، ازواج، زوجات، يعني اطباء بالتاكيد. يعني زي ما قال الدكتور الحل بسيط، لو الموضوع فيه مكسب مادي حضرتك اعمل الاثنين زي بعض وتقدر تاخد برضه حق من غير ما تضر مستقبل طفل ومستقبل اسره وحاجات كتيره جدا وتفاصيل كتيره جدا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد ممتاز، استاذ امراض النساء والتوليد بكليه طب القصر العيني ونائب رئيس الجمعيه المصريه لامراض النساء والتوليد، بشكر حضرتك. ومن انجلترا الاستاذه مي الشامي مؤسسه مبادره اوقفوا الجراحات القيصريه غير الضروريه، بشكرك شكرا جزيلا ومبادره مهمه. بالتاكيد دي كانت نهايه فقرتنا، مش بس نهايه فقرتنا، نهايه حلقتنا. من فضلكم دايما تابعونا.